وقل رب زدني علما، اللهم زدنا علما، وارزقنا يا رب الأخذ بالأسباب لتزيدنا علما، وارزقنا الأدب مع العلماء ومع العلم لنكون أهلا لأن تزيدنا علما يا أرحم الراحمين. وقال الله جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله، ما هي الخشية؟ هل الخشية الخوف؟ لا، بل الخشية أخص من الخوف. خلي بالك، الخشية أخص من الخوف. أنت تخاف من الأسد لكن لا تخشاه، لا تشعر بخشية في قلبك للأسد. تخاف من الثعبان لكن لا تخشاه، لا تجد في قلبك خشية. والخشية هي الخوف المصحوب بالإجلال والتعظيم. الخشية هي الخوف فقط؟ لا، بل خوف مقترن بإجلال وهيبة وتعظيم. فالمؤمن يخاف الله ويخشاه، فكل خشية خوف وليس كل خوف خشية. أرجو أن تكون المسألة واضحة. فكل خشية خوف وليس كل خوف خشية، فالخشية أخص من الخوف. الذي يخشى الله حق خشيته ويجل الله حق جلاله، أو من يخشى الله حق خشيته ويعظم الله حق تعظيمه ويجل الله حق جلاله، هم العلماء، هم العلماء. لأن العالم عالم بأسماء الله وذاته وصفاته، لأن العالم عالم بقدر الله وجلاله، لأن العالم عالم بأوامر الله ونواهيه وحدوده، لأن العالم عالم بآيات الله الكونية والقرآنية. فالعالم واقف مع الآيات، على الآيات، ولذا فقلبه مملوء بخشية رب الأرض والسماوات، مملوء بالخوف الذي يصحبه الإجلال والتعظيم والتقدير. قال الله جل جلاله: ما قدر الله حق قدره. مشكلتنا وسبب جرأتنا على ربنا أننا لم نقدر الله جل وعلا حق قدره. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ما تجرأت أنا على معصية الله، وما تجرأت أنت على معصية الله، إلا لما قل في قلوبنا قدر الله وتعظيم الله وجلال الله. وهذا هو انتفاء الخشية. قد يخاف الإنسان من ربه، لكن اعلم أن الخوف الحقيقي الذي يحيي الله به القلب هو الخوف الذي ينهاك عن المعصية ويحول بينك وبين الذنب ويدفعك دفعا إلى الطاعة. اسمع اسمع: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه. مال مين الخائف؟ ليس الخائف من يبكي، يبكي خلاص هذا يكفي، لا، بس بيمسح عينيه ثم يخرج ويتجرأ على معصية الله. لا يتورع بعد الخروج من الجمعة مباشرة أن ينظر إلى امرأة نظرة محرمة، هذا كان يبكي. لا يتورع في طريق عودته إلى البيت أن يغتاب أخا من إخوانه، كان يبكي. لا يتورع في طريق إلى البيت أن يأكل حراما أو أن يعقد صفقة ربوية بالهاتف، كان يبكي في الجمعة بل في الصلاة. ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك ما يخاف أن يحاسبه الله عليه.
ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك ما يخاف أن يحاسبه الله عليه. هذا هو الصادق في مخافته لربه جل وعلا، هذا هو الممتثل أمر ربه وإياي فارهبون، هذا هو الممتثل أمر ربه فلا تخشوهم واخشوني. والخشية خوف مصحوب بإجلال وتعظيم وتقدير للملك القدير. اللهم املأ قلوبنا خشية منك وخوفا لك وتعظيما لك وإجلالا لك يا أرحم الراحمين.